قول لي انت حتى من شنت قائد وصرت وزير الدفاع وين اخطر انواع الفساد في مؤسسات وزارة الدفاع وما قدرت له؟ لا ماكو شيء ما قدرت له. هي بال 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 هي بالعقود وكو حكي على المناصب. هالمناصب ايضا انا لقيت لها حل. انا كنت عندي رئيس الاركان واحد يحشي امانه للتاريخ نزيه، فكنت قلت لاخوي احنا ليش قالت اللجنه وحكت اللجنه وكذا، اني بالقانون خولته ينقل من يعني مستوى امر فوج فما دون ينقل بالقانون تخويل. امر لواء رئيس اركان نائب صلاحيتي، قائد فما فوق صلاحية القائد العام، فهو بالنسبة له أمر الفوج علي، عنده حاسب الرجال وبيها خطوط خدمة، إذا مو خط خدمته مضبوط وكامل وكذا ومشهود له ما يسوي أمر فوج. أمر لواء أنا اتصل بيه أقول له مثلا دز لي ثلاثة، رشح لي ثلاثة من الحاسبة مالتك، يرشح لي ثلاثة أنا أختار واحد. أنا تدري كنت قائد قوات برية، كل القادة والآمرين أعرفهم وعرف إمكانياتهم وعرف هذا شو مسوي هذا كذا، تدري يعني خبرة. فتقريبا حدينا من الفساد هذا. عندنا موضوع قلت لك الأرزاق كانت الاكتفاء الذاتي به فساد فظيع ويعني وسبب لنا مشاكل أيضا بهذا النظام مال المذاخر، أيضا حدينا من هذا الفساد. موضوع العقود يمي الشغلة، أنا ما خليت الحيتي بيد أحد أي عقد إذا ما تأكد. راح أقول لك شغلة، جهة من الجهات دولة من الدول عرضت لنا مشروع طائرة يسمونها لايت أتاك، طائرة قتالية خفيفة، طائرة قتال خفيفة. شوف فدزيت لجنة لجنتين، أخير شيء دزيت قائد القوة الجوية، قلت له روح شوف لي أكو خط إنتاج وإذا أكو طائرة طير بيها طير بيها. راح الرجل قال سيدي ما لقيت خط إنتاج، لقيت طائرة مفسخة، قلت له عوفه وتركت الموضوع وحولت المبلغ على باب آخر يم الشغلة. إحنا شوف لا عندنا عقد من هذا الهيدن، ماكو أي يعني عقد ما يعني مثلا هاي مدرسة ويجون يقولونها قاع وماخذين عليها فلوس، ما عندنا هذا العقد الوهمي، ما عندنا أبدا عقد بالإكراه. ما سويت يعني ما فرضت على جهة قلت لهم تعالوا ألف لان تنطوا، إحنا عندنا إعلان وتقدم ناس 10-15 وأكو لجنة فتح ولجنة تحليل، إذا أكو لجنة تحليل أنا مثلا ضاغط عليهم يجون يقولون ضغط علينا وقال لنا مشوا فلان، أبد ما لي علاقة. أنا آخر شيء العقد يتوقع من جهة زين أخول يعني شخص يوقع العقد وأنا أصادق عليه، هذا الموجود. أنا على حد مسموعاتي أنه أنت قد وعد إليك وعدك آخرين أو قطعوا لك عهدا بأنك راح تكون أيضا وزير بهذه الحكومة، هل أقدر أقول لقد غادر الغادرون؟ لا 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 أبد. أنا تدري ما انتسبت الحزب لحد هذا اللحظة، ما انتميت الحزب، فمن ما انتمي الحزب أنا مو مضمون. تدري هم يمشون اللي بحزبهم، حزب كتلة، أنا لا بكتلة ولا بحزب. منصب وزير ما يستاهل تنضم الحزب؟ ما أريد، أنا ما أكره الأحزاب.